باسم شبكة شبيبة طرابلس، وباسم مؤسسة موريس فاضل، وباسم أهل المدينة، رحب فيكم فخامة الرئيس بمدينتكم. أنتوا القائد الحكيم لمسيرة الوفاق ببلد الوفاق. المشروع بيحكي عن حاله، وخصوصي إذا بمدينة طرابلس اللي هي مدينة عزيزة على كل اللبنانيين مش بس على أهل الشمال، و كون فخامة الرئيس عم يشارك كمان ويرعى هالنهار، هذا بأكد انه الدولة كمان معنية بالمشروع من ناحيته البيئية، من ناحية الحفاظ على بعض المكتسبات اللي بعد عنا اياها بيئية. وموضوع السير وأزمة السير بركي هيك بنشوف انه في بدائل لها. هن اللي بدهم يطلعوا يحكوا يقدموا هلا طرابلس دقت نفوس الخطر، وكنا ناثقة بفخامتكم وبخطاب القسم بالقدرة على إنعاشها اقتصاديا واجتماعيا. رائع جدا، كل التعب يلي تعبناه عم ننساه. احنا جوقات الترتيل الكنسي بالمينا كانت رائدة قدس جوانوس بالمينا. احنا فرقة طرابلس التراثية للإنشاء والفتح الدولوي، احنا بنمثل التراث بطرابلس. We got some marching bands over there, you know, red carpet. I appreciate the red carpet, you know, gives us a little it's not for you, it's for the president. You guys are with Lazy Lung. This is IMAD. My name's Alan, and you're at the Car Free Festival. نحن لو ما ربحنا بس نكون شاركنا انبسطنا وشفنا رئيس الجمهورية. انفينيتي سيارة انفينيتي It was good. It was nice to do the three loops. Okay. Kind of helped time it and pace it out. Okay, so you're the winner now? I guess so. نحن باتوكا باريد. It's a marching band. يعني موسيقى بيمشوا وبيدقوا. انا هلا فاضل. شو عم تعملي؟ انا عم بمشي هلا على البسيكلات بشوارع طرابلس اللي هي خالي من السيارات، وهذا مشروع قاموا فيه شبكة شبيبة طرابلس وجائزة موريس فاضل. حبيت اكثر شيء الناس مثلك ومثلها ومثل كل هالمتطوعين اللي عم بيساعدوا نحقق هالحلم. انا ما كنت متوقعه تكون في مشاركه هالقد كبيره، ما بقى فيك حتى تمشي بشوارع طرابلس قد ما في عالم، فكتير مبسوطة. معالي الوزير، انت تحت بيتك؟ نعم. وبطرابلس؟ شو تغير اليوم؟ عم تغير اول شيء، في حدا حدث ضمن كثير حياة
حدث جديد بالنسبة للبلد. أعتقد إنه ضبط حياة جديدة للبلد وضبط يعني أفق أخرى للبلد. أنا الحال صندي أمنية إنه يريد كل أحد يكون الشارع. لا بدنا نصور سيسي لأنه سيسي هي أصغر كاتبة بطرابلس وعملت كتاب نشرته هلا وعم تعمل توقيعه بقلب خيمة هون. هاي شو اسمك؟ Ça parle d'un Olivier qui a vécu très longtemps. C'est l'histoire d'Olivier. Merci Tripolica précis. Vida! 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 Et maman, je suis là! Et j'arrive, je trouve ça très agréable de pouvoir me promener sans les voitures à Tripoli. Ah, okay. Parce que la conduite est un sacré problème au Liban. Oui, excellente journée. Ah, okay. Il faut en faire plus souvent. Je vais promener. It's amazing. They should do it more often. واو كثير حلو بجنن خي بلا سيارات بلا شيء بكفي اني عم شارك اليوم هذا احلى شيء عم بعمله مشروع كثير حلو وكثير مهم اهميته انه الشباب كلياتهم بالمدينه شاركوا هي اهميته نحن بنشجع الشباب يعبروا عن رؤيتهم بالمدينه هي اهم شيء هي اهم نقطه اطلقها المشروع زافر 2 ماي لكراميل و 2 ماي للولاد بدك اكثر من هيك زافر شو عم بيصير كثير شيء حلو شو كثير شيء حلو ساره طاولات 25 طاولة على طرابلس وصلوا نحن هون كلنا فولنتير بدنا نشتغل كلنا عم نشتغل بعدنا صار لي انا 3 ايام قاعد ماني عم نوزع اكل بدنا ناكل بدنا ناكل معتز ما عملنا انترفيو معتز ما اعطاني اي اتنشن اذا صار في عملية اغتيال ب 14/16 عرفوا انه معتز تعدى الى عملية اغتيال مدة 5 مليون قالتوا معه؟ انا انا بحبكم كلكم ميرسي لكم Hey, hey.